طيب دفاع عن النفس، مش عم يدافعوا عن نفسهم السعوديين؟ اتهم السعودية والإمارات بالاعتداء على الشعب اليمني، فأثار غضب السعوديين والإماراتيين وسط تخوف من توتر العلاقات الخليجية مع لبنان. بالنسبة لما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفا فيه، أنا قلته كصديق، كرجل ضنين على عودة السلم بين بلدين عربيين. وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أوضح أن الفيديو يعود لمقابلة أجراها قبل شهر من تعيينه وزيرا، مضيفا أنه لم يقصد الإساءة للسعودية أو الإمارات، إنما صدر كلامه محبة بالبلدين وتمنيا عليهما بوقف الحرب. أنا في نظري أنه هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف. مصادر سعودية أعلنت رفضها التام للتصريحات، فيما زار السفير السعودي في لبنان وليد البخاري نظيره اليمني في بيروت للتأكيد على موقف البلدين الرافض لتصريحات قرداحي. رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي دخل على الخط بسرعة لتهدئة الموقف، واعتبر ميقاتي أن تصريحات قرداحي مجرد رأي شخصي ولا تمثل موقف الحكومة اللبنانية، وأعلن ميقاتي تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية. نحن حريصون كل الحرص على أطيب العلاقات مع الدول العربية. أزمة سابقة سببها وزير الخارجية اللبناني شرب الوهبي وانتهت باستقالته من منصبه في الحكومة السابقة. لا بدي أعتذر، أنا لم أخطئ بحق أحد وأنا كنت واضح بكلامي، لم أتهجم على أحد. تسريحات قرداحي قد تبقي الأزمة مفتوحة وقد تنتهي باستقالته.